تستذكر في هذا المكان حادثة أليمة كادت أن تودي بحياة أحد أحفادها. الجدة زهرة في طريقها إلى جسر جديد من منطقة بلطة بعوان، سعيدة به ولا تخفي امتنانها للمتطوعين في بنائه، فالجسر بالنسبة إليهم مسألة حياة. كنا موتى وحيينا والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. تو ما عدناش نخافوا، يحمل الواد ما نخافوا، ما يحملش الواد ما نخافوا. فيظهر الأودية في هذه المسالك الوعرة أضحى كابوسا يؤرق حياة العائلات في كل شتاء، كابوس لم يتمكنوا من التخلص منه لولا هذه المبادرات. بالأمس كان هذا الطريق يسمى ممر الموت، واليوم أحاله هذا الجسر لطريق أمل يفك عزلة عشرات العائلات والأطفال، جسر سيخلد اسم من كان سببا في تشييده يوما. كريم صاحب المشروع يعمل متطوعا في هذه الورشة على تحويل الخردة إلى مقاعد مدرسية وحاويات وجسور للمناطق المعزولة. يقول لا شيء يضاهي فرحة أطفال القرى النائية بما يصنعه. طريق وعرة وجسر خشبي وبرد قاسي، حاجات تتأسف. نحاول إن شاء الله نساعد بالإمكانيات البسيطة اللي عندي. ديما للتذكير راني مواطن عادي من 12 مليون تونسي، أما عندي روح المبادرة باش نبادر باش يعيشوا عباد أخرين أفضل وخير. هنا أين يلتقي التطوع والفن ليبعث الحياة في أشياء صارت بدورها منقذة لحياة الكثيرين. أميرة مهذب، العربي، تونس.